هذا البرنامج برعاية دار الأركان عامرة. مشاهدي الكرام، مرحبا بكم في برنامجكم الأسبوعي بموضوعية. في هذه الحلقة نتناول إحدى الشركات الجديدة المدرجة بسوق الأسهم السعودية، وهذه الشركة هي شركة المعمر لأنظمة المعلومات. وأستضيف في هذه الحلقة الأستاذ زياد مرتجى، وهو الرئيس التنفيذي لشركة المعمر لأنظمة المعلومات. مرحبا بك أستاذ زياد. الله يحييك، شرفتنا اليوم ومبروك على قول الإدراج على قلب. الله يبارك فيك، الشرف لنا وإن شاء الله نساهم في هذه الحلقة بإيجابية. الله يبارك فيك. خليني أول شيء قبل ما نبدأ بتفاصيل هذا القطاع، إحنا نقول شركة المعمر لأنظمة المعلومات، إيش معنى أنظمة معلومات؟ تمام، شوف اليوم أنظمة المعلومات هي منظومة البرامج اللي بتستخدمها القطاعات المختلفة، سواء كانت الحكومة، البنوك، الشركات الخاصة، لتقديم خدماتها لوصول لتسهيل أعمالها الداخلية وتسهيل وصول خدماتها إلى عملائها. هي عبارة عن منظومة البرامج، الكمبيوتر، أجهزة الاتصالات، الشبكات، المنظومة الأمنية، كل هذه على بعضها البعض عشان تشتغل بتناسق تسمى أنظمة المعلومات. هي الأنظمة التي تتناول المعلومات وما يتعلق بهذه المعلومات. طيب هل أنتم يعني لما يجيكم شركة مثلا في أي قطاع كان، أنتم بتصممون هالبرامج السوفتوير اللي تسهل أعمال هذه الشركة، ولا عندكم اتفاقيات مع شركات معروفة لها برامجها، أو أوراكل ولا ساب ولا غيره، أنه تأتون بهذه البرامج وتشوفون ما يوائم هذه الشركة وأنتم بتعالجوها، ولا أنتم بتصممون يعني بتصممون من A to Z؟ تمام، الحقيقة احنا عندنا التو دايمنشنز، البعدين هذول. طبعا احنا شركاء استراتيجيين لكثير من الشركات التكنولوجيا العالمية التي تقدم مثل هذه البرمجيات، لكن تعرف كل عميل له احتياجاته الخاصة من البرامج، فنضطر احيانا كثيرة ان نقوم بتصميم احتياجات العميل لاستخدام هذه البرامج. يعني احنا عملنا مقدم لهذه الحلول بما يتوافق مع احتياج العميل. البرامج والأجهزة تأتي من مصنعين هذه الأجهزة، وهي معظمها الحقيقة شركات أمريكية، أو الهاردوير والسوفتوير حتى البرمجيات تأتي من شركات عالمية هي تصمم هذه البرامج وتكتبها إلى آخره، لتسخير استخدام هذه الأجهزة وهذه الأنظمة لاحتياجات العميل. هذا دورنا احنا كشركة المعمر، نأتي نصمم احتياجات العميل بالتحديد، نضع منظومة متكاملة من الأجهزة والبرامج حتى تؤدي غرضها اللي بيحتاجه العميل في أعماله اليومية وتسيير أموره، مع كل الملحقات الأخرى كما ذكرت، من منظومة التشغيل، من منظومة أمن المعلومات، من منظومة المراقبة لكفاءة العمل والتشغيل إلى آخره. الحقيقة شركة المعمر اليوم احنا يعني نفخر بأن لدينا منظومة متكاملة. كم عمر الشركة؟ 40 سنة. 40؟ نعم، ما شاء الله. الشركة أسست على يد المرحوم محمد عبد الله المعمر رحمة الله عليه، وشاركوا مع إخوانه وانطلقوا في عام 1979 بنفس هذا البزنس. في نفس هذا البزنس، في قطاع تكنولوجيا المعلومات، في يعني تقديم الخدمات والحلول المرتبطة سواء كانت أجهزة أو برمجيات أو خدمات. طيب لو جت شركة جديدة الآن لكم، الآن مثلا تشتغل في مجال خلنا نقول تصنيع مصانع مثلا، أو في قطاع التجزئة، هو يبغى سيستم، هل هو يعطيكم احتياجه إيش يبغى كأهداف 1 2 3، ولا هو يقول أنا ما أعرف إيش محتاج، أنتوا شوفوا إيش أحتاج؟ الحقيقة بنشتغل في الأمرين. هناك عملاء بيشتغلوا مع شركات استشارية بيضعوا احتياجهم، تصورهم لاحتياجهم، تمام، نأتي إحنا ونترجم هذه الاحتياجات إلى حلول من تكنولوجيا المعلومات اللي يعني تقدم هذه الخدمة من خلال منظومة تكنولوجيا المعلومات. هناك بعض العملاء يقول أنا عندي مشكلة اليوم، الحقيقة محتاج أشوف إيش أفضل طريقة لحل هذه المشكلة وتحسين مثلا أداء العمل عندي إلى آخره. هنا نأتي بالخدمات الاستشارية ونقوم إحنا بتصميم احتياجات العميل بناء على دراستنا اللي بنعقدها مع العميل. طيب هل السوق الآن، يعني خلينا نتكلم عن السوق شوي، يعني أبغى أعرف حجم النمو اللي فيه، طبيعة الشركات اللي موجودة فيه، لأنه أنا أشوف القطاع يعني مثل حين سوق الأسهم السعودية الآن، أنتوا أول شركة صحيح، يعني افترض هل هذا يعني أنه شركات قليلة ولا شركات صغيرة ولا إيش الوضع؟ الحقيقة هذا سؤال ممتاز. شوف اليوم القطاع تكنولوجيا المعلومات هو قطاع يخدم
كافة القطاعات الأخرى. اليوم لا تستطيع الحقيقة أن تؤدي عملك سواء كنت في هيئة حكومية تقدم خدمات للمواطنين أو بنك تقدم يعني معاملات المالية أو في أي عمل تجاري سواء كنت يعني شركة كبيرة أو صغيرة إلا تحتاج منظومة معينة فيها التكنولوجيا تعمل لخدمة وتقديم هذا الأداء. أصبحت الآن تكنولوجيا المعلومات تؤثر على جميع القطاعات وجميع الأعمال حتى على المستوى الحياة الشخصية. يعني اليوم كثير من الناس يعني نسبة الناس التي لديها موبايل فونز في أو يعني أجهزة جوالة في المملكة العربية السعودية أكثر من 100%. يعني الناس تستخدم أثر من خط. ليه؟ لأنه كثير من الناس على الجهاز يستخدم برامج يعني لتسيير حتى أمور الشخصية. حتى الحياة الاجتماعية الآن تغيرت منظومتها وشكلها بسبب الإمكانيات التي تواجدت في تكنولوجيا المعلومات. هذه قضية يعني يجب أن نوقن بها. اليوم لا أصبحت أنا برأيي تكنولوجيا المعلومات مثلها مثل اليوتيليتي. يعني اليوم لا نستطيع أن نعيش بدون كهرباء، كمان الحياة لا يمكن أن تسير بدون أنظمة تكنولوجيا معلومات. لا تستطيع البنوك يعني لن تستطيع تعمل الحكومة تسحب النوم تفتح جهازك ما تستطيع. اليوم لا تستطيع اليوم أن أي جهة أو شركة أو مؤسسة حكومية أن تؤدي أداءها وعملها بدون أنظمة المعلومات والحلول التي يعني تستخدم اليوم في وهذا الأمر جاء يعني مع الوقت والتاريخ. في 30 سنة الماضية زادت اعتمادية الناس على حلول تكنولوجيا المعلومات في تسيير أعمالها، والسبب الرئيسي هذه بفصلها أستاذ زياد، بس أنا خلني بقفز بالسؤال. هل هذا التطور التكنولوجي ونظم المعلومات اللي أصبح يعني يمكن أسرع من الإنسان نفسه الآن، هل هذا يقول يعني مقولات إنه هذا ساهم بزيادة البطالة ولا يزيد بخلق الفرص؟ لا بدون شك زاد في خلق الفرص. لأنه يعني لما نجيب مثلا ولا أقطع كلامك، يعني لما نجيب الآن موبايل فهو اختصر الكاميرا واختصر الكمبيوتر واختصر الفاكس واختصر نظام أنظمة الدفع. الآن ما تحتاج تروح البنك أو ترسل أحد، اختصرت في البشر واختصرت في الوقت وكل شيء اختصار اختصار اختصار. إيش خلقت؟ خلقت فرص جديدة، خلقت إمكانيات جديدة، خلقت أنا ودي توضح للجمهور لأنه يعتقد أنه هي تخفض ولا تزيد. تمام، يعني أعطيك مثال. في السابق كنا لأداء أي معاملة حكومية تحتاج الحكومة أن تضع يعني موظفين حكوميين بعدد كبير حتى يتمكنوا من يعني الأداء معاملات الناس بالطريقة التقليدية العادية اليدوية ومعقبة. لما أصبحت الآن معاملات إلكترونية خلقت وظائف جديدة للتعامل مع الكمبيوتر، خلقت وظائف للحفاظ على أنظمة الكمبيوتر هذه إنها تعمل بطريقة مستمرة، خلقت وظائف جديدة للحفاظ على أمن المعلومات، خلقت وظائف جديدة مرتبطة بتخزين البيانات وإدارة أنظمة مراكز البيانات اللي فيها مثل هذه الأجهزة إلى آخره. بالعكس خلقت وظائف كبيرة جدا في مجالات أخرى، فهم عليك؟ فهذا أمر يعني بدون شك. أصلا في جزء أو في دراسة تقول أنه الناتج القومي المحلي يتضاعف كل 40 سنة بزيادة إنتاجية المجتمع بنسبة 2-3% التي تساهم فيها أنظمة تكنولوجيا المعلومات بشكل كبير. هذه قضية مهمة جدا. اليوم إذا بتشوف الدول العظمى وكيف ينمو الناتج القومي المحلي فيها، لو تطلع في تفاصيل نمو الناتج القومي المحلي، مساهمة تكنولوجيا المعلومات في تغيير القطاعات المختلفة لها دور كبير بدون شك في المساهمة في زيادة الناتج القومي المحلي. وبالتالي لما يكون في اقتصاد ينمو معناها هناك يعني وظائف تنمو، معناها هناك فرص جديدة تخلق، الناس يعني تكبر، في ناس جديدة تدخل في سوق العمل، فهذه الفرص باستمرار يعني تتواجد. والمحرك الرئيسي فيها في اعتقادي الشخصي أنا التطور التكنولوجي المستمر الذي يعني يسير. اليوم إذا بنأخذ على سبيل المثال شركة أوبر قامت بتغيير منظومة سيارات التاكسي أو الأجرة بشكل كبير على نطاق عالمي. قد يتأثر سائقي الأجرة المرخصين بالطريقة التقليدية، لكنها خلقت فرص بشكل كبير لعدد غير محدود من الناس في المجتمعات هذه وفي الدول التي يعني وافقت على منظومة عمل أو على شركة أوبر أن تعمل ضمن منظومة تقديم خدمات سيارات الأجرة في دولها. فصحيح هناك بعض الوظائف تتأثر،
لكن هناك وظائف أخرى جديدة تخلق وتخلق فرص جديدة في اقتصاد جديد وتحول جديد. طيب خليني بعد شوي أقفز في سؤال. الحين لاحظ أنه نظام الويندوز مثلا ونظام الأبل الأوساي واليوتيوب والتويتر والفيسبوك كل القصص هذه انحصر في دولة واحدة في أمريكا، إن هي تعتبر صاحبة هذه الثورة. ليش ما هي موجودة في أوروبا؟ ليش ما طلع من الصين؟ ليش ما طلع من روسيا؟ ليش انحصر فقط في أمريكا؟ أنا يعني هذه يمكن ما هي مسألة بزنس بقدر ما هي مسألة يمكن علمية شوي. هل لها تفسير؟ طبعا أنا في رأيي تفسيرها بسيط. يعني أنت مثل هذه الإبداعات تحتاج إلى منظومة عمل متكاملة ما بين الجامعات التي تخرج المبدعين والمفكرين والتي تشجع على الابتكار والإبداع والتقارير والدراسات كلها. أنت بتشوف أنه أفضل من أفضل 100 جامعة في العالم في 80 أو أكثر في الولايات المتحدة الأمريكية. تمام. فهذا على مستوى العلمي وتخريج المبدعين والمفكرين يعني علم. موجود. هذا رقم واحد. رقم اثنين تحتاج إلى أنظمة حكومية داعمة للإبداع. تمام. والولايات المتحدة سوق مفتوح الحقيقة، يعني المهاجرين ساهموا بشكل كبير من دول ما كان في الحقيقة هناك قيود على الناس أنها تأتي يعني تشوف أحلامها تحقق في بلد مثل الولايات المتحدة الأمريكية. كانت قوانين الهجرة والعمل مفتوحة لكل المبدعين أن يأتوا من كافة أنحاء العالم. والأمر الثالث والأهم هناك الدعم المالي. هناك الكثير من الصناديق التي مستعدة أن تدعم الناس التي لديها بعض الأفكار الجريئة. تمام. أن تعطيها يعني دعم مالي حتى تقوم يعني بتجربة مثل هذه الأفكار وتحويلها بعد ذلك إلى مشاريع تجارية ناجحة. وأعطيك إحصائية، 83% من المشاريع التي تدعم ماليا والأفكار التي تدعم ماليا من قبل الشركات والصناديق الاستثمارية تفشل. 83% تفشل. هذه إحصائية كبيرة ضخمة، يعني فقط 17% الصافي ينجحوا، لكن نجاح 17% يغطي وبشكل كبير يعني أرباح أو الخسائر، يغطي على الخسائر التي يعني تمت في فشل الـ 83% الآخرين. فالولايات المتحدة لديها هذه المنظومة. أنت لديك تعليم على مستوى الأفضل في العالم، لديك أجواء حكومية داعمة بحيث أنك تستطيع تستقطب كل المبدعين والمفكرين وأصحاب الأفكار الجريئة الانتربرنورز من العالم كله، وليك الدعم المالي القادر على أن يحول مثل هذه الأفكار إلى مشاريع تجارية ناجحة. وهذا يعني بدون شك يعني سبب رئيس في كون معظم هذه الإبداعات خرجت من الولايات المتحدة الأمريكية. طيب خلنا برجع للسؤال، القطاع كم حجم القطاع وليش إن الشركات أنتم فقط اللي موجودين في السوق وش وضع السوق؟ الدراسة اللي قامت فيها شركة اي دي سي هي شركة متخصصة في دراسة يعني حجم السوق وأمور أخرى في المملكة العربية السعودية، وطبعا هي شركة أمريكية بتعمل في معظم دول العالم، قالت أن حجم السوق السعودي راح يعني يقارب 48 مليار ريال في عام 2021. السنة هذه هو بحدود 44 مليار في 2019 على نسبة نمو تقريبا 3% كل سنة. طبعا السوق كان ينمو في السابق في 2015 بسبب الإجراءات الحكومية المرتبطة بترشيد الإنفاق إلى آخره، تباطأ النمو السوق، حصل فيه انخفاض بسبب تباطؤ المشاريع. بعد ذلك الآن احنا بنشوف مع رؤية 2030 ويعني الجريئة من قبل المملكة العربية السعودية لتنويع مصادر الدخل والاقتصاد إلى آخره بكل محاور الرؤية، احنا نرى انه تكنولوجيا المعلومات هي محور رئيسي اصلا في تمكين المملكه من تحقيق رؤيتها. واحنا هذا الان شايفينه كشركه عامله في السوق بحجم المشاريع ونوعيه المشاريع وطبيعه التحول الذي تقوم فيه المملكه وتاثير تكنولوجيا ودور تكنولوجيا المعلومات في تمكين معظم هذه المحاور في رؤيه 2030. فالسوق ينمو بشكل كبير، متوقع وصوله الى 48 مليار ريال. يعتبر كبير الرقم هذا ولا صغير ولا يعتبر وصل. رقم ممتاز، رقم جيد في حجمه، يغطي يعني محاور مختلفة. من تعرف تكنولوجيا المعلومات اليوم فيها تخصصات كثيرة في الداخل، أصبحتنا يعني دائما بستخدم المقارنة مع الطب. اليوم طبيب عام لا يستطيع أن يعمل في كافة التخصصات الطبية، بيحتاج إلى يعني في عندك طبيب قلب، عندك طبيب عظام، إلى في تخصصات. نفس الشيء في تكنولوجيا المعلومات اليوم ما أصبحت الدنيا فقط برامج كمبيوتر،
في تخصصات وبشكل عميق وبشكل كبير، ومع تطور هذه التكنولوجيا هناك يعني تزداد حجم ونوعية وأعداد التخصصات. مثلا عندك ناس أخصائيين في البرمجة، ناس أخصائيين في أمن المعلومات، ناس أخصائيين في الشبكات، ناس متخصصين في إدارة البيانات، وهناك يعني في التحليل، في أمور كثيرة، والتخصصات هذه تنمو وبشكل يومي مع نمو هذا القطاع. اليوم يعني شركة المعمر اتخذت الحقيقة الشركة عندنا الخطوة الجريئة أن نحافظ على ديمومة الشركة واستمراريتها بدخول سوق الأسهم. العائلة طبعا عائلة المعمر كما ذكرت أنا من 40 سنة أسسوا هذه الشركة، واستطاعت الشركة طبعا ما كانت تقدمه المعمر من 40 سنة يختلف تماما عن ما تقدمه اليوم بعد 40 سنة، لأنه القطاع نفسه والتكنولوجيا تطورت بشكل كبير ومرات عديدة خلال 40 سنة الماضية. اليوم كل 6 أشهر تقريبا، والآن يعني أتوقع حتى في الوقت الحالي يعني أصبحت التسارع في التكنولوجيا والإبداعات وخروج حلول جديدة يعني أصبح بشكل صعب حتى على جميع العاملين أن يواكبوا مثل هذه التطورات اللي بتحصل والتغيرات. وأنا إلي مقولة دائما أقولها إنه يعني حجم الإمكانيات الموجودة في التكنولوجيا المعلومات اليوم لا يوجد ما يمنع من استغلالها سوى إمكانية العقل البشري من الإبداع. الإمكانيات يعني كلما تخيل الإنسان فكرة راح يجد إنه هناك تكنولوجيا قادرة على تحقيق مثل هذه الفكرة اليوم ومتواجدة وبشكل تجاري. اليوم لا يقف أمامنا أي حاجز سوى قدرتنا على الإبداع والابتكار. الإمكانيات موجودة ومتوفرة، وبتحتاج فقط إلى يعني العقل البشري أن يبدع ويفكر في إنتاج وإخراج أمور جديدة. يعني نقول لا حدود لجنون البشر حتى. لا حدود لإبداعات البشر. توقف مع فاصل ونكمل. فاصل ونعم. هذا البرنامج برعاية دار الأركان عامرة. هذا البرنامج برعاية دار الأركان عامرة. مرحبا بكم من جديد. نستكمل حوارنا مع الأستاذ زياد مرتجى، وهو الرئيس التنفيذي لشركة المعمر لأنظمة المعلومات. طيب أستاذ زياد، الآن أنظمة المعلومات اللي موجودة الآن في القطاع الخاص، يعني الآن هل تشوف أن الشركات اللي موجودة في القطاع الخاص تتبع النظم الصحيحة في أنظمة المعلومات؟ يعني هل هي متطورة ومقدمة عليها بإرادتها برغبتها عشان تتطور وعشان تجاري السوق وتحسن أعمالها وإلى آخره، ولا هي تجد أنه هذا شيء إجباري لمواجهة مثلا متطلبات حكومية ضريبية حصر عشان الميزانية أشياء زي كذا؟ حقيقة هي كل ما ذكرت. اليوم إذا كنت أنت شركة خاصة تنافس شركات أخرى موجودة في القطاع، لن تستطيع المنافسة إلا يعني كلما خرجت بأمور أو حلول تقربك من العميل، تجعل العميل يختارك عن غيرك من الشركات الأخرى التي تقدم نفس الخدمات. فالتنافسية بتدفع كثير من الشركات إلى تقديم خدمات أفضل، إلى الوصول إلى يعني عملائهم بصورة أفضل وأسهل، إلى تقديم طبعا منتجات تكون أكثر يعني جاذبية إلى عملائهم. تكنولوجيا المعلومات تساعد مثل هذه الشركات في تقديم هذه الحلول وبشكل أفضل، مش بس فقط طبيعة الحلول، إنما حتى تدرس نفسية العميل، تدرس رغبة العميل. هناك يعني برمجيات اليوم تحلل الكثير من الأمور بطريقة يعني تجعل الشركات عندها القدرة أن تتخذ قرارات بما تقدمه لعملائها بشكل أفضل وبشكل أسرع. فجانب التنافسية أصبح يعني أساسي، والتكنولوجيا المعلومات بدون شك والحلول التي تقدمها تساعد هذه الشركات أن تبقى منافسة. الشركة التي لا تستطيع أن تواكب مثل هذه التطورات عملائها سيتركوها ويذهبوا إلى شركات أخرى، والأمثلة على المستوى العالمي كثيرة. وأنت يعني يمكن في حوارنا ذكرنا شركة نوكيا في عالم الموبايل فونز وموضوع الهاتف الذكي، عندما لم تستطيع أن تجاري وبسرعة ما فعلته شركة أبل في تقديم الآيفون وهو الهاتف الذكي الأول اللي قدم خدمات مدمجة في جهاز واحد صغير. الناس تحركت من شركة نوكيا اللي كانت الأكبر في العالم وذهبت إلى شركة أبل
لشراء جهاز الهاتف النقال، فهذا ممكن يحصل لأي شركة لا تستطيع أن تواكب. الأمر الآخر هناك نعم مع زيادة الاعتمادية على تكنولوجيا المعلومات والحلول والبرامج، سواء من الحكومات لتقديم خدماتها أو من الشركات لتقديم منتجاتها. هناك جانب آخر هو الجانب الأمن السيبراني، هناك الناس المجرمين اللي يريدوا أن يستفيدوا من هذه المنظومات التي تقام. هذه حنتكلم عنها تفصيل. هذول الناس أنت اليوم أحيانا كثيرة بتضطر أنك تستثمر، لأنك أنت تريد أن تبقى منافس فتقدم خدمات من خلال تكنولوجيا المعلومات والانفتاح على الإنترنت إلى آخره، لكن في نفس الوقت تحتاج أن تحمي نفسك وتحمي أنظمتك وتحمي عملائك من هذه الهجمات المتوقعة من الهجمات هذه. حتى من مسألة هي مالية وغيرها قد تصل لأمن وقد تصل لأمور كبيرة جدا. نعم. فأحيانا هنا تأتي الحكومات وتضع تشريعات خاصة بأمن المعلومات على الشركات تجبرها أن تتوافق معها وإلا تعاني من بعض الغرامات. فأنت اليوم تعاملك وإقبالك على التكنولوجيا مرتبط بقائك منافس، وفي نفس الوقت حتى تتوافق مع التشريعات التي تفرضها الحكومات في ظل هذا العالم. خلينا نقول حدث صار بسيط قريب يعني بداية الصيف أعتقد صار على الخطوط البريطانية. نعم. يعني الحكومة البريطانية غرمت الخطوط البريطانية بمبلغ يعني أكثر من 200 مليون باوند، يعني تكلم على مليار ريال وزيادة يمكن. نعم. بسبب أنه عدم وجود، حسب ما قرأت عشان ما أكون قد يمكن ما أجيب بدقة، لكن بسبب عدم حماية المعلومات أو الأنظمة اللي موجودة في الخطوط البريطانية، هل لهذه الدرجة تصل؟ صحيح، لأنه اللي حصل كما قرأت الخبر أنا مثلك بالضبط أنه عدم قدرة الخطوط البريطانية على حماية معلومات عملائها أدت إلى تسريب هذه المعلومات عن العملاء إلى الآخرين، وبالتالي أصبحت الشركة مخالفة لقوانين حماية خصوصية العملاء، وبالتالي غرمت أيضا. نعم، تستحق مثل هذه الغرامات بناء على التشريعات الموجودة في بريطانيا أو في الدول التي عندها مثل هذه التشريعات. فالموضوع يعني مرتبط بخصوصية وبيانات العملاء. بس أنا لاحظ ضخامة المبلغ اللي ملفتة يعني. طبعا. يعني قد تأتي على نهاية الشركة. بعض الأخطاء نعم، وفي بعض الشركات الحقيقة تأثرت بشكل كبير في مثل هذه الأمور، وأدت إلى يعني معاناتها ولفترات طويلة من مثل. طيب هل يعني هنا نطرح السؤال، هل يوجد نظام لا يخترق؟ هذا سؤال يعني أنا برأيي كل شيء ممكن اختراق، ممكن أنت تقدم حماية بنسبة 99.9، لكن يبقى دائما هناك احتمال بسيط لشيء يتغير أو ممكن اختراق. أما حماية 100% يعني عملية الكل يعني لو محل البريطانية حماية 100% يعني لو محل الخطوط البريطانية مثلا. أنا طب ما أعرف الظروف، لكن بقول لهم لا يوجد نظام لا يخترق، لكن يمكن فداحة الاختراق يمكن قد تكون. لا هو 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 طبعا بغض النظر، انت عملية حماية المعلومات والبيانات عملية مستمرة، يعني انت يوميا مش بس يوميا، يعني على مدار الساعة 24 ساعة يجب ان تراقب انظمتك. يعني معظم الشركات الكبيرة والمؤسسات الحكومية الضخمة عندها مركز امن للبيانات، بيتم مراقبة البيانات والأنظمة على مدار الساعة. أو في ناس شغالة على مدار الساعة، وأحيانا بيستعينوا بشركات خارجية ومستشارين خاصين يعني خطورة هذا الأمر. وهناك باستمرار أمور بتم تحديثها، برامج بتم تحديثها لمنع اختراقات جديدة، لأنه هي عملية مستمرة، هي حرب مستمرة لا تقف ما بين المؤسسات وما بين المخترقين أو محاولين الاختراق الهاكرز للتأثير على مثل هذه الأنظمة. هي عملية مستمرة ودائما تظهر ثغرات تحتاج إلى تغطية وبشكل سريع. التأخر في تغطية الثغرة اللي بتكشفها الشركات المصنعة، يقول صار عندنا ثغرة في البرنامج الفلاني وهذا البرنامج لحل أو لسداد مثل الثغرة، التأخر أحيانا قد يكون مكلف وقد يكون يعني خطأ استراتيجي قاتل في عمل الشركات. طيب. هل صحيح أنه يعني العملاء في مجال التكنولوجي أو حتى البرامج أنه ليس لهم ولاء؟ ما فهمت السؤال معلش. طيب. يعني أنا مثلا عندي ولاء لسيارة معينة. تمام. أوكي، فدائما أخذ يعني هذا النوع من السيارات كل سنة، وممكن بدافع عنها في الحوارات وفي نقاشاتي، أو ساعة معينة شيء زي كذا. تمام. هل لما يكون أنا عندي هذا الآيفون مثلا
اللي هو أبل مثلا، تمام، ولا عندي نظام برنامج مشغل أوراكل ولا غيره عندي ولاء له، يعني تصير زي العلاقة العاطفية أو عملية الانتماء لويالتي، هل هذا موجود في التكنولوجي ولا لا؟ والله ما أستطيع يعني أن أربط الحقيقة في الأمر. في النهاية التكنولوجيا هي أداة لتقديم أو لتساعد العملاء على تقديم خدماتهم بشركة بصورة أفضل، لزيادة ربحيتهم إذا كانوا أعمال تجارية، أو لتحسين رضا يعني حق نوكيا. نرجع لمثال نوكيا، إحنا نعم. ما عندهم ولا يحزنون، وجد شيء أفضل حول. أحياناً بيفرض عليك الواقع هذا الأمر، يعني أنت يعني في عالم البرامج هي يعني ما أستطيع أقول إنه يعني لديك ولاء لشركة معينة. طبعاً أنت كمستخدم يعني كعميل يستخدم مثل هذه البرامج، في النهاية بهمك المنتج الذي يقدم لك الخدمة الأفضل بالتكلفة الأقل حتى تستطيع أن تصل إلى عملائك وتحافظ على تنافسيتك. فأي شركة تقدم لك مثل هذا الأمر كمنظومة متكاملة، سواء كان على مستوى البرنامج، على مستوى الدعم الفني، على مستوى الخدمات الاستشارية، على مستوى الدعم ما بعد البيع إلى آخره، هذا كله أمر هي منظومة متكاملة يجب أن تعمل مع بعضها البعض. العملاء الشركة التي تقدم له مثل هذه الأمور بسعر تنافسي، الولاء يكون هنا لشركته يعني أكثر من أي شيء آخر. فعلى مستوى المستخدم هذا أمر مهم. على مستوانا إحنا كمقدمين مثل هذه الخدمات، الحقيقة الاستثمار مع هذه الشركات الضخمة حتى تمكننا من تقديم خدمات احترافية مرتبطة بحلولهم، سواء كان على مستوى هاردوير أو سوفتوير إلى آخره، هذه عملية مكلفة وتأخذ وقت. فإحنا يعني استثمارنا في مثل هذه الشركات، طالما أن هذه الشركات قادرة على تقديم أفضل الحلول للعملاء، وهي تستثمر أيضا معنا في 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 العمل هنا في المملكة العربية السعودية، إحنا ولاءنا قائم. إحنا شركة يعني نحافظ على العلاقات التجارية بشكل جيد، دائما عندنا استثمار مستمر مع شركاتنا، دائما نوسع من نطاق أعمالنا. اليوم إحنا يعني على مستوى ما نقدمه للعميل، أنا يعني أعتبر شركة المعمر من أكبر الشركات اللي عندها يعني حلول متكاملة لتغطية. هل لكم برامجكم الخاصة؟ عندنا خدماتنا الخاصة، تمام، كتبنا برامج معينة باسمنا بحيث أن نملك حقوق الملكية الفكرية، لا غير موجود، لكن لدينا كثير من الخبرات الفريدة في برامج لشركات يعني إحنا نمثلها في المملكة، يعني ونقدم خدماتها في المملكة. يعني مثلا جالك مطعم عنده سلسلة فروع، تمام، يقول أبغى سيستم، أنا عندكم سيستم أنتو خاص ولا؟ ممكن نقدم، ندرس احتياجات المطعم ونقدم، أما سيستم كتبنا إحنا لإدارة المطاعم لا، وعندنا حقوق ملكية فكرية عليه مسجل بس إنه لا، هذا غير موجود. طبعا مو شرط انه يصلح المطاعم فقط، قد يكون يصلح الأشياء كثير لكن يتم عليه تعديلات كذا. لا ما عندنا برامج. ليش؟ مكلف؟ هي منظومة كتابة البرامج والحفاظ على آخر يعني المواصفات، هي شركات متخصصة، هي شركات كتابة وشركات البرمجيات، هذه لها منظومة خاصة تعمل فيها. إحنا شركة مقدم حلول ولسنا شركة كتابة برامج، تمام، فتخصصنا شوي مختلف عن هذا الأمر. أنا زي ما ذكرت تكنولوجيا المعلومات فيها تخصصات كبيرة، هناك شركات متخصصة في أمن المعلومات لا يعملوا شيء غير أمن المعلومات، هناك شركات متخصصة في كتابة البرامج. إحنا شركة الحقيقة نقدم منظومة خدمات متكاملة تشمل تقديم برمجيات متخصصة لإدارة أعمال العملاء، منظومة أمن معلومات، منظومة بنية تحتية للشبكات أو لأنظمة مراكز البيانات، ونظام يعني تشغيل وصيانة متكامل لخدمة كل متطلبات العميل. أنا لاحظ السوفت وير البرامج في الشركات بدون ما أسميها مكلفة. صحيح. يعني أسعارها ما شاء الله. صحيح. طيب لو أنا أجي مطعم بسيط صغير يعني ما أحتاج هذا، أبغى شيء على قدي. اليوم أصبحت منظومة الاستفادة من برامج وحلول أنظمة المعلومات تقدم بطرق جديدة، ما عادت على الطريقة التقليدية اللي أنت بتحتاج تشتري البرنامج وتملك حقوق استخدامه. هذا كانت المنظومة القديمة، اليوم أصبح هناك حاجة بسموها المنظومة السحابية اللي بتستطيع أنك تشتري اشتراك لاستخدام البرنامج، حقوق استخدام البرنامج وليس تملك البرنامج نفسه أو تملك اللايسنس تبعه. فهذا بيوفر على العميل بشكل كبير أمور كثيرة، منها طبعا شراء البرنامج بيوفر عليه لأنه بيدفع مجرد حقوق لاستخدام البرنامج، هذا رقم واحد.
أو يدفع اشتراك لاستخدام برنامج. رقم اثنين ما بيحتاج أن يبني إدارة معلومات كاملة مع أمن البيانات وإلى آخره. هم بيتكفلوا على الكلاود أو على المنظومة السحابية، كل شيء متوفر، والشركة اللي تقدم هذه الخدمات من خلال السحابة هي اللي بتكون مسؤولة عن أمن البيانات وعن أمن المعلومات إلى آخره. فهذه للشركات الصغيرة اليوم هي منظومة ممتازة، مكنت كثير من الشركات الصغيرة اليوم تنتقل أيضا نقلة نوعية في استخدام حلول أنظمة المعلومات في إدارة أعمالها وشؤونها. طيب هل الآن نظام الهاردوير حتى الأجهزة احنا شو تغيرت من أول؟ صحيح. كان يبغى لك شخصين ثلاثة أشخاص إلى أصبحت الآن زي هذه الورقة A4. صحيح. هذا إيش دور في عملية يعني أنظمة المعلومات، وإيش دورها في عملية تغيير البزنس نفسه؟ التسارع التكنولوجي والإمكانيات اللي موجودة اليوم في الشركات اللي بتصنع مثل هذه الأجهزة، بتصنع مثل البرمجيات، الإمكانيات التي أصبحت متوفرة مع التقدم التكنولوجي كما ذكرت أنا قبل بالفترة السابقة، الإمكانيات أصبحت مهولة بحيث أنه لا يقف أمامها غير قدرة الإنسان على الإبداع وتخيل كيف أستفيد من هذه الإمكانيات لبناء منظومة جديدة لأداء عمل معين بطريقة مختلفة عما كان الناس تعمله في السابق. وذكرت أوبر أنا كمثال، وهناك أمثلة كثيرة في مثل هذا المجال. كلما زادت وأنا ماني شايف على الإطلاق أنه راح تتباطأ مثل هذه الإبداعات، الإمكانيات اللي موجودة اليوم في أنت بتشوف اليوم في أجهزة الجوال على سبيل المثال تطور حجم التخزين اللي موجود مثلا في الجوالات، الحجم الإمكانيات والعمليات أنت بتسويها على أجهزة صغيرة جدا، حتى أسعارها أحيانا أغلى من اللابتوب نفسه. بالضبط. هو في معادلة مشهورة أنه كل 18 شهر تمام تتضاعف الإمكانيات وينزل السعر إلى النصف كل 18 شهر. هذا ميزة ولا عيب؟ هذا العكس، هذا ميزة، أعتبرها ميزة للبشرية والتطور. هو زين في التطور، لكن هي مشكلة ممكن. صحيح للناس اللي تستخدم مثل هذه الأنظمة أنه أحيانا تضطر أنه كل فترة معينة تعيد مرة أخرى منظومة الاستخدام. طيب هذه نقطة مهمة كان عندي سؤال فيها، هي مسألة التسارع التكنولوجي هذه. أنا مثلا في شركة شريت أجهزة، شريت برامج، شريت مكلف. صحيح. بعد ما بعرف أقول بعد سنة، بعد سنتين تجد كل الأمور تغيرت. نعم. طيب الحلول وين تصير هنا؟ هنا هي النقطة أنه أنت لما استثمرت هذا استثمار كبير لابد أنه جاء عليك عائد، جاء لك من يعني من هذا الاستثمار عائد ممتاز. تمام. فهذا الاستثمار تم تغطيته بالعائدات اللي جاءت من خلال تقديم هذه الحلول الجديدة لعملائك. فأنت يفترض أنك حققت ربحية أفضل لأنك خفضت نفقات أو أنك جبت عملاء جداد وبالتالي زادت العوائد على عمل الشركة إلى آخره. فمثل هذه المنظومات اللي تستثمر فيها مفروض تحقق عوائد سريعة. الآن تضطر تستثمر استثمار جديد وموجة جديدة من الاستثمار أو تغيير آلية التفكير في الاستفادة من الحلول الموجودة في هذا القطاع، بحيث أنه الهدف للبزنس بيبقى هو واحد، إما عائدات أفضل وهامش ربح أفضل وتخفيض نفقات بحيث أنه الربحية في النهاية تبقى يعني أو ترتفع وتزيد. فكل استثمار أنت بتعمله هنا محسوب، يعني أحيانا وكما ذكرت أحيانا تعمل مثل هذا الاستثمار لتبقى هو كم في السوق، وإلا المنافسين يعني قد يدخلوا قد يأتي جاهزين. قد يأتي داخل جديد على السوق، شركة جديدة ما عندها كل الإرث القديم اللي موجود عندك وتستطيع أنها يعني تأخذ حصة جيدة من السوق وتؤثر على أعمالك. فالشركات عليها أن تواكب هذا التطور، أحيانا يعني مجبر أخاك الله بطل. طيب خلنا نأخذ مثال هواوي مثلا، مع أنه إحنا بس إحنا كله حوار عشان نفهم في هذا البزنس. شركة هواوي يعني جت بسرعة يعني يمكن بدون فرامل حتى، وأصبحت الآن تقتحم السوق في كل المجالات تقريبا، من اللابتوبات، من الهواتف الذكية، من دعم شركات الاتصالات وإلى آخره. هل هذا التغير اللي قاعد يصير هذا يعني في الشركة هي ابتدعت شيء جديد ولا هي مجرد راهنت على التكلفة؟ والله شوف، شركة هواوي بدون شك من الشركات اللي يعني أثبتت وجودها في أسواق العالم بشكل سريع بدون شك، وبلشت يعني في قطاع معين ثم بدأت تلاحظ الفرص الموجودة في القطاعات الأخرى واستطاعت أن تستثمر وضعها يعني اليوم في السوق معروف للجميع.
أنا أعتقد يعني أنا لست مش متحدث رسمي يعني من شركة هواوي، لكن كمراقب الحقيقة في السوق، أنا كمراقب في السوق يعني الشركة استطاعت أن يعني تتحرك بسرعة كبيرة للاستفادة من الفرص الموجودة والإمكانيات الهائلة التي وفرتها التكنولوجيا. الأسواق اللي دخلت فيها شركة هواوي هي أسواق فيها نمو مستمر على مستوى العالم، سواء كان قطاع الاتصالات أو قطاع تكنولوجيا المعلومات البيانات إلى آخره، لكل الأسباب اللي ذكرناها في حوارنا، تمام. واستطاعت الشركة بسبب قدرتها على الحركة السريعة أن يعني تدخل في مثل هذه الأسواق بمنتجات مكنتها التطور التكنولوجي الأخير اللي حصل، ما عندها الإرث القديم اللي كانت فيه تشتغل فيه بعض الشركات المنافسة الآن إلى بعض القطاعات، واستطاعت تدخل في منتجات مبتكرة وحديثة في من اللحظة الأولى. طيب خلينا نوقف مع فاصل ونكمل. فاصل ونعود. هذا البرنامج برعاية دار الأركان عامرة. هذا البرنامج برعاية دار الأركان عامرة. مشاهدي الكرام مرحبا بكم، نستكمل حوارنا مع الأستاذ زياد مرتجى وهو الرئيس التنفيذي لشركة المعمر لأنظمة المعلومات. طيب خلينا نطلع من موضوع هواوي، يعني يمكن تفاصيلها كثيرة ويعني ولا تنتهي. الآن خلينا نتكلم على القطاع الخاص في المملكة الآن، هل تشوف أنه هم الآن معظم السوق يطبقوا الأنظمة المعلومات، يطبقوا البرامج، عمليات التحديث إنها متطورة، ولا السوق يعني لا زال يحتاج كثير من الإضافات في الأنظمة في البرامج، ولا السوق الآن لا زال يعني في فجوة كبيرة ولا زال فيه يعني طلب عالي جدا ولا متشبع؟ نعم، احنا بنشوف انه التواكب مع التطور التكنولوجي هذا امر حتمي لجميع الشركات الخاصة في القطاع الخاص وحتى للمؤسسات العاملة في القطاع الحكومي. برأينا أنه يعني ما في حكومة اليوم إلا وترغب أن تقدم أفضل خدمات للمواطنين، وبالتالي تحتاج إلى يعني تحديث كثير من المنظومات الحكومية للاستفادة من الإمكانيات اللي توفرها التكنولوجيا. اليوم إحنا بنشوف وحقيقة كمان كما ذكرت يعني تحت رؤية المملكة 2030 الفرص لقطاع تكنولوجيا المعلومات كبيرة، وإحنا شايفينها كأحد الشركات العاملة في مثل هذا القطاع. الشركات الخاصة مع تحقق محاور رؤية 2030 ستزيد التنافسية في كثير من القطاعات، وسيصبح الفرص للشركات في القطاع الخاص أكبر بكثير مما عليها اليوم، وبالتالي حتى تنافس مثل هذه الشركات عليها أن تقدم أفضل الخدمات والمنتجات والاستفادة من الإمكانيات التي تقدمها التكنولوجيا للوصول للعميل أو لتقديم خدمات بشكل أفضل وبتكلفة أقل. فالشركات العاملة في القطاع مثلنا إحنا التي نقدم مثل هذه الحلول الفرص إلنا يعني كبيرة وواعدة في المملكة العربية السعودية ولسنوات مقبلة. طبعا منظومة العمل في مثل هذا القطاع كما ذكرت هي منظومة يعني ليست سهلة ومكلفة. في منافسة شديدة بالسوق. في منافسة شديدة بالسوق بدون شك. بعض الشركات لفترة من فترات استطاع يعني أنت عشان تعمل بنجاح في مثل هذا القطاع تحتاج إلى يعني أن تكون مرن وسريع الحركة بسبب التغير السريع اللي بيحدث حواليك، لازم تكون مراقب وتدرس السوق بطريقة جيدة، تحتاج أن تستثمر في العنصر البشري بشكل كبير لأنه محتاج دائما إلى الخبرات والمهارات القادرة على أن تتعامل مع التغيرات اللي بتحصل في التكنولوجيا. أحيانا كثيرة أنت بتحتاج أن تقدم لعملائك أفضل الخدمات والحلول، وبالتالي بتحتاج ناس تعلمت على ما آخر ما توصلت إليه التكنولوجيا حتى تستطيع أن تقدم مثل هذه الأمور لعملائك. فالحقيقة بتحتاج إلى استثمار، بتحتاج لرأس مال عامل كبير حتى تستطيع. بس هل الشركات الآن تطبق الأنظمة وتطبق البرامج؟ نعم، احنا في كثير من الشركات يعني في قطاعات كثيرة في المملكة العربية السعودية هنا تعتمد بشكل كبير على أنظمة تكنولوجيا المعلومات وما تقدم مثل الأنظمة، والحقيقة تجعل المملكة في مثل هذه القطاعات من الدول المتقدمة وبشكل كبير.
يعني أخذنا القطاع البنكي في المملكة العربية السعودية ولسنوات طويلة متطور وبشكل يعني متميز وبدرجات على مستوى العالمي. اليوم على مستوى الحكومة الإلكترونية هناك دراسات بنشرها الأمم المتحدة والبنك الدولي والورد إيكونوميك فورم تقيس أداء الرقمي للحكومات على مستوى العالم. وإحنا يعني شفنا أن المملكة العربية السعودية الحقيقة حققت تقدم وبشكل كبير في السنوات الماضية في الأداء الحكومي الإلكتروني أو الرقمي. مع المشاريع اللي إحنا شايفينها وتقوم فيها كثير من الهيئات الحكومية والمؤسسات الحكومية، أتوقع في السنوات القادمة يعني ستكون المملكة العربية السعودية من الدول الأولى في العالم في تكامل منظومتها الإلكترونية في الخدمات الحكومية التي تسهل أعمال المواطنين والمستثمرين، وهذا كله طبعا بصب في تحقيق أهداف رؤية 2030. ما في مرخصات عندكم بالسوق؟ تجار الشنطة، تجار اللي يعني خلنا نقول يعني اللي مارسوا العمليات، ما أبغى أقول غش، لكن ليسوا متخصصين في مجالهم. نعم. لا يملكون التغطيات، لا يملكون الخدمات ما بعد البيع وإلى آخره. هل هذا موجود بقطاعكم؟ إحنا ما بنشتغل في قطاع التجزئة، هذا رقم واحد. بس عشان نكون إحنا مقدم منظومة حلول متكاملة من خلال تعاقد على مشاريع مع يعني شركات كبيرة. التنافسية كما ذكرت موجودة، تحتاج دائما الشركة عندنا أن نكون يعني نوضح للعميل أن نقدم أفضل خدمات بأفضل الأسعار. أحيانا طبعا في التنافس على أشده كما ذكرت، في هناك الكثير من الشركات الحقيقة العاملة في السوق، ويعني الخيار للعميل أن يختار الشركة اللي يثق في قدرتها على أن يعني تؤدي. طيب مثل هذه المشاريع. إيش التحديات والمخاطر لقطاعكم؟ التحدي الأكبر أن نستطيع دائما أن نجد الكفاءات، القوى البشرية، الموارد البشرية القادرة على أن يعني تؤدي مثل هذه المشاريع. ويعني أنا ربنا أكرمني، أنا من 21 سنة موجود في المملكة هنا، عامل في هذا القطاع، والحقيقة يعني شاهدت التطور التعليم هنا في المملكة. الآن الكفاءات اللي بتخرج السوق من الجامعات الحقيقة مؤهلة ويعني جيدة جدا للشركات أن تستوعبها في أعمالها، لكن تحتاج إلى فترة يعني تأهيل مثل هذه المشاريع. التحدي الأكبر كمان نواجهه موضوع دورة رأس المال، السيولة التي تتوفر في خلال يعني منظومة العمل لعمل المشروع. طبعا بتحتاج إنه الشركة تكون عندها كملاءة مالية قوية جيدة قادرة على يعني تنفيذ المشاريع مع إدارة دورة المال في خلال فترة تنفيذ المشروع. عدا عن ذلك أعتقد الجو العام لتنظيم القطاع أفضل في ظل يعني قيادة وزارة تكنولوجيا الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع التشريعات الحكومية الجديدة اللي دفعت فيها يعني رؤية المملكة وبرامج التحول الوطني، كلها أمور يعني تساعد على ترشيد الإنفاق في هذا القطاع. أنه في السابق الحقيقة كان في كثير من الهدر في بعض المشاريع، كان تفشل كثير من المشاريع وإن كان أنفق عليها كثير من الأموال. اليوم يعني لأنه بعض الشركات ما كانت مؤهلة الحقيقة تأخذها بناء على السعر، ثم تفشل عدم قدرتها على تنفيذ مثل هذه المشاريع لأنه ليس لديها الملاءة المالية أو الخبرات أو الإمكانيات. اليوم هذا كله ينظم بحيث أنه تضمن نجاح كثير مثل هذه المشاريع، وأن الشركات القادرة على عمل مثل هذا أو تنفيذ مثل هذه المشاريع هي الشركات التي تساهم أو تقوم بالمنافسة على مثل هذه المشاريع الحيوية والاستراتيجية الموجودة في البلد. طيب أستاذ زياد، هل الآن شركات أنظمة المعلومات أو نظم المعلومات الآن اللي موجودة بالسوق هي مجرد مستورد وناس يعني زي ما نقول مبرمجين أو متخصصين في هذا المجال؟ يعني ما في شيء من الداخل، يعني هم يبتدعون شيء مجرد انهم هم مستورد وبائع، هي كذا؟ لا، هي مش بالطريقه هذه. الموضوع فيه تفصيل اكثر. كما ذكرت انا يعني مقارنه بمجال الطبي، التخصصات الموجوده، الخبرات اللي تحتاجها. المشاهد انتم مش مجرد انت تستورد وانا لا على الاطلاق، على الاطلاق مش تجار جمله يعني. مش تجار جمله، ولا احنا يعني ناس مجرد فقط يعني بناخذ هامش ربح بسيط لتقديم منتج معين. لا، الموضوع أعقد من هيك بكثير. الموضوع بيحتاج ابتداء أن
لما يعني تدخل في عقد عمل مع هيئة حكومية لتقديم منظومة يعني حلول تكنولوجيا معلومات تساعد القطاع الحكومي أو العميل بغض النظر عن القطاع اللي فيه العميل لتحقيق الأهداف أو اللي من أجلها أصلا دخلنا إحنا معاه في المشروع، بتحتاج إلى دراسة الاحتياجات بشكل كبير، تقديم البرنامج المناسب لتقديم مثل هذه الاحتياجات أو تقديم هذه الحلول، ثم تركيبه وتدريب الناس عليه، ثم بتحتاج إلى حمايته كما ذكرت منظومة البيانات. الموضوع يعني الموضوع أكبر بكثير من أنه فقط مجرد تزويد وتقديم فاتورة، مش لا، تحتاج إلى يعني منظومة خدمات احترافية، وتحتاج إلى خبرات في مجالات متعددة للحفاظ على أو للتأكد إنه العميل يعني. هل في قوة بشرية الآن يعني تجهز بطريقة صحيحة؟ يعني أوكي يطلع من الجامعة لكن أكيد إنه مش على طول جاهز. لا الحقيقة اليوم في مبادرات كثيرة موجودة في البلد قائم عليها كما ذكرت وزارة الاتصالات، وزارة العمل، لتهيئة الخريجين لبيئة العمل في هذا القطاع. والحقيقة يعني أنا ما أرى أنه يعني في السابق نعم كان هناك مشكلة، اليوم ما أعتقد أنها يعني مشكلة بنفس الحجم الموجودة في السابق. أعتقد أنه اليوم الكفاءات متواجدة، نستطيع اليوم بسهولة الوصول وعفكرة من الجنسين كمان من الشباب. إيش التخصصات المطلوبة عشان يعرفوا الشباب؟ يعني إيش المجالات التخصصية اللي يرغبها هذا القطاع؟ والله في كل التخصصات يعني بدون شك اليوم، وفي طلب عليها؟ في طلب بدون شك اليوم كما ذكرت أنا مع رؤية المملكة 2030 والتحول والفرص الموجودة للقطاع. الشركات بتحتاج ناس خبراء في أنظمة الشبكات، في أنظمة مراكز البيانات، في منظمة البرامج التشغيل، في البرمجيات، في أمن المعلومات، في كل هذه التخصصات فيها فرص وفيها نمو وبشكل كبير من خلال المشاريع. فهذا الأمر لن يتوقف. وعلى فكرة هذه حتى هذه القطاعات في هناك تطور مستمر فيها، وبالتالي يعني حتى الناس اللي تخصصت في مجال معين عليها أن تواكب باستمرار، أن تقوم بيعني تحديث خبرتها ومعلوماتها، ويعني في حتى في التخصصات اللي هم قائمين فيها. فالدنيا تسير، تكنولوجيا المعلومات ما زالت تتطور وتؤثر على الأعمال، وبتحتاج من العاملين في هذا القطاع أن يزيدوا من يعني خبرتهم ومجالاتهم. طبعا كمان مع التغير والتطور التكنولوجي منظومة تقديم الخدمة الآن كمان تتغير. في السابق كثير من العملاء يشتري الأجهزة ويشتري البرامج، اليوم أصبح في طرق أخرى للحصول على نفس الخدمة، على نفس الأنظمة هذه، لكن من خلال اشتراك على سبيل المثال، من خلال المنظومة السحابية. في برامج كثير الآن تقدم خدمات لا تحتاج أنك تشتريها، بتحتاج أنك فقط تستخدمها من خلال المنظومة السحابية لتساعدك على اتخاذ القرار على سبيل المثال. في يعني الـ 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 هذا القطاع يقدم الكثير الحقيقة اليوم للأعمال ولل. طيب خلينا نتكلم على موضوع الـ 5G، يعني نتكلم على أنه حيؤثر وحيغير والسرعات وحيسوي ثورة. صحيح، يا ريت تشرح لنا بس. طبعا الـ 5G عنده بعدين، اولا انه انت متحرك مش موصول بسلك في مكان معين، فعندك يعني حريه الحركه. 5G انت متحرك يعني شبكه لاسلكيه، ما في سلك يربطك مثل جوال. اوكي، لكن الفرق انه الان اصبحت سرعه هائله جدا، تستطيع ان تؤدي المعامله حاجه يسموها ريل تايم بالوقت الحقيقي. إذا بس نتخيل باللحظة إذا بسبب السرعة الفائقة اللي يقدمها مثل هذه، وبالتالي آلية اتخاذ القرار أو تقديم الخدمة إلى آخره مرتبطة بأنه البيانات أو المستخدم لهذه التكنولوجيا يستطيع أن يتخذ قرار أو يعمل خدمة وبشكل سريع وبشكل هائل. كثير أنا بظني من الـ القطاعات والخدمات لاستخدامها لهذه التكنولوجيا ستتغير آليتها ومنظومتها. ليش احنا نربطه دائما بالموبايل؟ مش شرط صح؟ هي 5G، هي طبعا 5G لانها تكنولوجيا لاسلكيه وايرلس. تمام، فبالتالي انت موبايل، انت متحرك اليوم في السياره تستخدمها، يعني طيب ما تستخدمها السياره، تستخدمها مثلا في البيت، في المكتب، في المطار،
انت يعني يعني اللابتوب الحين في وايرلس برضه حيصير نفس الشيء ممكن يستخدم 5G تقنية ال5G اليوم انت على الجوال الموجود عندنا 4G والكوست الفور جنريشن كوست على لسه اليوم احنا يعني ما شفنا الحقيقة يعني البعد التجاري لهذه التكنولوجيا الان اصبحت موجودة لها تنظيم في استخدام الترددات الأجهزة موجودة اللي تبني البنية التحتية والشبكة موجودة واتوقع في المملكة الان في يعني شركة اتصالات والشركات الاخرى عندهم يعني بايلوتس للموضوع بس يغطوا في بعض المناطق في المملكة الآن تحتاج الأجهزة الطرفية اللي هي زي جوال أو حاسبات شخصية إلى آخره هي تستخدم هذه الشبكة وإمكانياتها الهائلة للوصول للخدمات لمقدمي الخدمات يعني. لكن هل هي تعتبر مهمة في أعمال الشركات الكبيرة في أنظمتها في معلوماتها؟ أعتقد حيصير لها دور؟ أعتقد حيكون لها دور وحتأثر على قطاعات أخرى في تكنولوجيا المعلومات. السرعات الهائلة اللي تقدمها خدمة الـ 5G أنا في ظني حتخلي بعض الشركات تعيد حساباتها في الاستثمار في البنى التحتية التي تبنيها داخل مؤسسات يعني الحين نروح البنوك الحين هنا يعني في بعض أحيان والله سيستم داون وعطلان وبعدين وكذا يحصل صحيح هل هذا ينتهي يعني؟ لا مش بالضرورة لأنه يعني سيستم داون أو على الأقل يحد كثير من القصص الـ 5G هي يعني تكنولوجيات التواصل ما بين الأجهزة الطرفية وأين تجد يعني ومركز البيانات اللي عليه البرمجيات التي تدير الشركات فيها أعمالها تمام اليوم إذا أنت في يعني كمثال موجود على الإنترنت اليوم إذا تسمع مثلا من مقدم خدمة لبعض الموسيقى على سبيل المثال على تكنولوجيا 4G عشان تنزل مثلا إكس جيجا من المحتوى قد تحتاج 20 ثانية على 4G على 5G مثلا تحتاج أقل من ثانية أو ثانية تنزل بسبب السرعة الهائلة فهذه الإمكانية راح تخلي الكثير من مقدمين الخدمات أو المحتوى يعيدوا التفكير في ما يمكن أن يقدموا لاستغلال هذه السرعة الهائلة الموجودة في التكنولوجيا هذا بعد فقط يعني هذا مثال أنا أذكره كبعد على ما يمكن أن تقدمه خدمة طيب الشركات 5G. الدولية اللي تسوي البرامج مثل أوراكل وغيرها هذول الشركات ما نشوف يعني 20 خيار نشوف خيارات محدودة دائما هل الاستثمار في هذا المجال غير مجزي ولا أن الشركات هذه خلاص تواجدت وانتهى بالسوق لا أنا أعتقد كل الشركات العالمية اللي في مجال في مجالاتها المختلفة طبعا كما ذكرت أنا في تخصصات كثيرة دائما تتعامل مع أمرين تتعامل مع أمر إيش الإمكانيات اللي موجودة وما يحتاج العملاء وعندي كمان الإرث تبعي يعني في كثير من الشركات عندها إرث قديم بتحاول تحافظ عليه وتطوره حتى يبقى يعني وجوده في السوق مطلوب تمام هي تطور الجديد وتنمي الإرث بحيث إنها تبقى في السوق يعني شركات يعني عاملة طبعا كثير من هذه الشركات البورتفوليو تبعها او ما تقدم اليوم في كثير من الخيارات بعضها ناجح جدا وهي اصلا يعني يعتبر يعني عنصر اساسي من 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 دخلها او من اعمالها في بعض البرامج بيكون لها اقل يعني شهره وهذا فهذا امر طبيعي في معظم الشركات في منتج بيكون هو الافضل في منتج بيكون اقل حصتها من السوق على حسب المنتجات يعني شوف ان اسعارهم شويه هم فارقين عن اي شركات اخرى مين شركات الريادية في موضوع البرامج اللي تشتغل فيها موضوع الشركات وإلى آخره يعني هذا أمر في فجوة سعرية هذا أمر يعني الحقيقة أمر نسبي لأنه تعرف هي الفكرة مش بسعر البرنامج هي فعل في المنظومة المتكاملة ما بين سعر استخدام أو حقية استخدام البرنامج الدعم الفني اللي يأتي من خلفه وإيش الحقوق الأخرى والفوائد الأخرى تيجي من خلاله حجم الخبرات الموجودة في السوق العامل هاي كلها منظومة متكاملة هي اللي بتحدد الحقيقة التوتال كوست اوف اونرشيب يعني الكوست كلها صح الكوست الكامل لتملك استخدام مثل أوكي. يعني هذه استاذ زياد شكرا لك على هذا الوقت وعلى هذا الحوار وانتهى وقتنا في هذا البرنامج معك وتشرفنا فيك شكرا على الاستضافة شكرا لك شكرا مشاهدي الكرام شكرا لمتابعتكم مع السلامة هذا البرنامج برعاية دار الأركان عامرة.